ما معنى اسم أرسلان؟ في بداية الأمر يجب الإشارة إلى أننا لم نحصل على معنى اسم أرسلان في معاجم اللغة العربية، مما يدل على أن الاسم أعجمي، لكن الاسم قد عرفنا معناه من معجم معاني الأسماء التي وجدنا به أن الاسم مكون من شقين، أحدهما رأس أرس الذي يعني ابن عرس، والشق الآخر لان الذي يحمل معنى الثعبان أو التنين، وهو اسم من أصل صيني. أما عن اسم أرسلان كاملا الذي يستخدم كاسم علم مذكر، فإن المغول هم أول من استخدموه، وكان بمعنى الأسد أو الشجاع، وقد استخدمه بعد ذلك العرب بمعنى الأسد الهصور المقدام، وقد حرفوه مع مرور السنوات وأصبح أرسلان فقط، كما نطق أيضا بسكون السين أي أصلان. أما عن أصلي اسم أرسلان بدون تقسيمه فهو من الأصل التركي. يتميز حامل اسم أرسلان بشخصية صلبة وحادة في التعامل نوعا ما، أمين ووفي في معاملاته وفي عمله وفي كل تفاصيل حياته، ومن الشخصيات التي تحب تقديم المساعدة للآخرين، يستعمل شجاعته في أمور إيجابية. كان هناك جدل حول حكم الإسلام في تسمية أرسلان لكونه اسم مركب من شقين كما أنه أعجمي الأصل، ولكن بالرجوع إلى آراء علماء الدين الإسلامي فقد أكدوا أن الاسم لا يحمل معنى شائب، بل إنه يعني الأسد الشجاع المقدام، وإطلاق هذا الاسم على الذكور فهو للتشبه بالأسد وشجاعته، والتمني أن يتحلى المولود بالشجاعة والإقدام. ولهذا فإن علماء الدين أجازوا تسمية أرسلان في الإسلام، وأيضا أصلان ورسلان، على الرغم من أن التحفظ في تسميته موجودة نتيجة لأن الاسم أعجمي وليس عربي. وملخص ما قيل أن تسمية اسم أرسلان في الإسلام جائز شرعا، إلا أنه يفضل التسمي بالأسماء العربية الأصيلة. من أسماء الدلع لاسم أرسلان سوسو، رسلون، ساسو، وراسو.